استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر قضيبية. خلال اللقاء أكد سموهما أن ما تشهده المنطقة من تحديات عديدة تستدعي العمل على تعزيز الأمن والاستقرار والدفع بجهود دول المنطقة في المجال التنموي إلى المستويات التي تحقق الخير لشعوبها. ونوه سموهما إلى أن جهود التنمية في مملكة البحرين تسير وفق رؤية مستقبلية نحو آفاق جديدة من الإنجاز والبناء على ما تحقق من أجل المستقبل الواعد الذي نتطلع إليه. وقال سموهما إن توفير الخدمات للمواطنين بمستويات عالية من الجودة والكفاءة وتعزيز تنافسية الاقتصاد في صدارة الأولويات، وأن التنمية الشاملة التي تعم أرجاء البحرين وفق رؤى وتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسير على الوجه الأكمل نحو غاياتها وأهدافها في خدمة المواطن. اطمأن سموهما إلى توفير كافة الخدمات والتسهيلات من قبل بعثة مملكة البحرين للحج من أجل ضمان سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام من المملكة وما يمكنهم من أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والأمان. وأشاد سموهما بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود استعدادا لموسم الحج هذا العام.